ازيكوا يا حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير النهارده ان شاء الله هعمل لكم قراءه بالتاروت وهنشوف ايه اللي بيحصل معاك في حياتك وهنشوف كمان الشريك عايز يقولك ايه من قلبه وهنعرف كل حاجه في طاقتك سواء طاقه العاطفيه والمال والعمل والصحه ودي يا حبايبي طاقه مفتوحه يعني تقدروا تسمعوها في أي وقت. يلا نقول بسم الله ونبتدي. برج العرب، حبايبي من برج العرب، إسمعوني كويس وركزوا معايا، إنت عندك كده شوية مشاكل في علاقتك، من بعد ما كنت مبسوط وسعيد وكنت بتقضي أوقات حلوة فجأة كده ومن غير أي مقدمات لقيت نفسك في مشاكل أنت أصلا مش عارف إيه سبب المشاكل اللي في حياتك عايزة أقولك إن أنت حاسس بالقلق على الفاضي أنت خايف يكون في طرف تالت أو حد ياخد منك شريكك ما تخافش يا برج العقرب شريكك بيحبك ومتمسك بيك وعمره ما هيسيبك هو بس عنده مشاكل مادية كده في الشغل وعايز أقولك إن الشخص ده شخص طيب ومحترم ومش بتاع خيانة خالص اطمن يعني اتأكد كده من حبه ليك هو هيجي يقضي معاك أجازة أو وقت حلو وهيعبر لك فيه عن مشاعر رومانسية كتير قريب قوي وهيعبر لك كمان عن حبه ليك وإعجابه الشديد بيك وفي ناس تانية منكم يا برج العقرب انت بتتعامل مع شريك انت شايفه بيظلمك وبيجي عليك كتير وشايفه كمان بيحب يقضي طول الوقت بتاعه مع اصحابه ومش بيقعد معاك خالص او دايما بيقولك انه مشغول عنك طول الوقت عايز اقولك اتحلى بالصبر شويه وخليك كده صبور وهادي وهو هيجيلك وهيعملك لك اي حاجه هتساعدك وهيكون في تفاهم ونقاش بينك وبينه أما المنفصلين منكم أنت كنت بتتعامل مع شريك بيعمل عليك كده إسقاط يعني مش بيعترف أبدا بأي غلط في حقك ومش بيعتذر لك عن أي حاجة حصلت منه أنت طول الوقت بتعمل حاجات كتيرة بتسعده وهو من ناحية تانية بيجي عليك كتير هو هيرجع لك تاني قريب قوي وهيكون في كلام بينك وبينه وهيعوضك وهيسمعك كلام حلو قوي نفسك تسمعه منه من زمان بس أحب أقولك إن الشخص دوت ما بيقواش في حياته من غيرك أنت اللي بتقويه برج العقرب وكمان عندك تجديد في العلاقة سواء في علاقتك العاطفية أو في علاقتك بشكل عام بأصدقائك وحبايبك عندك كده تفاهم أكتر أما المتجوزين والمرتبطين منكم يا برج العقرب عندكم حل لكل الخلافات وسوء التفاهم اللي حصل بينكم وكمان في أوقات سعيدة هترجع لحياتكم وهيكون عندكم استقرار وسعادة بس أهم حاجة ابعد عن الدراما في حياتك عشان تعيش مبسوط يا برج العقرب وفي الساحة عندك حاول تهتم بصحتك وتخلص من الطاقه السلبيه سواء في افكارك او في المكان بتاعك وحاول تعمل كده تغيير في يومك وروتينك اعمل حاجه جديده تخليك بعيده عن القلق وتكون مبسوط واهتم بشكلك ومظهرك وشياكتك واظهر جمالك يا برج العقرب وفي العمل عندك حركة وتواصل كتير وكمان عندك استقرار مالي ، انت شخص أوي وعندك إيمان بنفسك وعندك أحلام كتيرة محتاج تشتغل عليها بس حافظ علي طاقتك الإيجابية ده اللي هيخليك تقدر تحقق أحلامك ومشاريعك تخرج للنور ربنا يوفقك يا برج العرب ما تنسوش تقولولي رأيكو في التعليقات وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة باي باي